السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التطبيق جميل جدا، مجرد ان انت مثلا عندك حاجة ثلاثية الأبعاد زي الترابيزة ديت، فتقدر ان انت تصورها من أكتر من مكان وتدخلها على الكمبيوتر أو تعالجها، بحيث ان هو بيشيل الخلفية اللي موجودة ويجيب لك في الآخر 3D، يعني بيحول لك الصور 2D ل3D. ممكن تكون حاجة كبيرة زي كده تصورها بالدرون فيبقى عندك الموديل 3D، وبعد كده تقدر ان انت تاخد 3 دوت و تحط فيه حركة تخليه موجود في الألعاب بتاعتك وهكذا. فهذه الفكرة باختصار، فكرة جميلة جدا اليوم AI. وزي ما انت شايف في مثلا اهي أماكن كتيرة مثلا مباني ثلاثية الأبعاد بالشكل دوت، قدر إن هو يصورها من أكتر من جهة بحيث إن في الآخر يبقى عندي الموديل 3D. طبعا كل ما بتصور صور كتيرة كل ما يكون الموديل أدق، كل ما تحاول إن أنت تخلي الخلفية لون واحد او ثابته بكل ما يكون الموضوع افضل. ممكن في مثلا تمثال معين او لعبه معينه تصورها من جميع الاتجاهات فيبقى عندك موديل 3D موجود عندك على الكمبيوتر. ممكن مثلا حاجات اثريه مثلا، وبعد كده تقدر ان انت بعد كده تطبعها وتبقى معاك على الكمبيوتر وتطبعها. يعني ممكن يكون عندك حاجه كبيره قوي فتطبعها كأمثلة صغيرة. يعني تخيل مثلا إن إحنا نعمل ده مع أبو الهول ويبقى عندك الموديل 3D، فتقدر تطبعه بأحجام صغيرة على الطبعة الثلاثية الأبعاد. هقول له أنا عايز الآب، وممكن API تبرمج حاجة تربط البرنامج بتاعك بالتطبيق دوت. تمام، هو دخل لي على الايباد او الايفون، يعني بقى شركة ابل.